أعلن وزير الاقتصاد البرازيلي اعتزام بلاده خفض الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 10% على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، وسيتم خفض رسوم الاستيراد 1% في العام الأول و2% في العام الثاني، على أن تزيد نسبة خفض الرسوم 1% للعامين الثالث والرابع. وتستهدف البرازيل من خلال تلك الخطوة تنشيط الصناعة المحلية وفتح أبواب أكثر على الاقتصاد العالمي.